على حدود إقليم كردستان العراق يضع الإيرانيون والعراقيون أيديهم بأيدي بعض. مناورات القوة المشتركة بين البلدين تحمل رسائل واضحة في توقيت حساس. الإشراف على التحركات المحتملة للعناصر المعادين للثورة مهم جدا بالنسبة إلينا، وفي المناورات يجري التدرب على تواصل الشبكات الشعبية والأمنية والعسكرية معا. المناورات هي لصالح التنسيق المشترك بين البلدين ضمن بروتوكولات مشتركة والغاية منها محافظة على الحدود، محافظة على المنافذ الحدودية. وحدات مدرعة ومدفعية وصاروخية تواصل مناوراتها بمشاركة المروحيات والطائرات المسيرة على امتداد الشريط الحدودي مع إقليم كردستان. مناورات هي الثالثة في إيران في غضون أسبوعين في هذه المنطقة، وتأتي بعد الإعلان رسميا عن تعزيز الدفاعات الجوية غرب إيران بعد إغلاق المجال الجوي مع إقليم كردستان في أعقاب استفتاء الانفصال. بناء على القوانين الدولية، وعندما لا تتمكن دولة من توفير الأمن لحدودها، يحق للدولة المجاورة وضع قواتها على الحدود لضبط الأمن. وبالنظر إلى الفراغ في القوة في إقليم كردستان وعدم وجود قوات الحكومة العراقية على الحدود، كان القرار المشترك لإيران والعراق المناورات المشتركة للسيطرة على المعابر الحدودية بطلب من بغداد. يقول التلفزيون الإيراني وهو يبث هذه الصور من الحدود، حيث المعابر الحدودية مع إقليم كردستان العراق، إن إسرائيل تبذل جهودا كبيرة لتجعل لتكناتها العسكرية حدودا مع إيران. كلام يحمل في طياته دلالات ورسائل تصب في أكثر من اتجاه. طلبت بغداد مناورة حدودية مع إيران، فلبتها طهران ليسجل التاريخ تنفيذ أول مناورة إيرانية عراقية مشتركة منذ انتصار الثورة الإيرانية بعيد استفتاء انفصال كردستان العراق. حازم كلاس، طهران، الميادين.